كل واحد فيكم يا أطفال يحمل حرفا، ماذا يحمل؟ حرفا. يلا كل واحد يقرأ لنا الحرف الذي يحمله. خاء. لا بالواحد بالواحد. هداية. دال. دال. خاء. خاء. أعطينا نشوفه. حاء. حاء. تاء. جيد. جيم. جيد. ألف. جيد. باء. جيد. ضاد. شين. جيد. صاد. جيد. سين. جيد. آدم. غين. عين. عين. جيد. ما هو حرفك يا منال؟ طاء. فاء. جيد. لام. لام. قاف. قاف. عائشة. زاي. جيد. راء. نون. وسيد أحمد حرفك ياء. ليس ياء، أريني. نعم إنه ميم. انظر يا أطفال، كل واحد فيكم سيلون حرفه. حسنا حسنا. نبدأ. نعم. هيا اختاروا لها ألوانا جميلة، كل واحد فيكم يلون حروفه. هيا نعمل، لونوها بألوان جميلة. هيا هيا هيا، ضع الماء يا إلياس. هيا هيا هيا، افتحي ضعي الماء، ضعي هنا مع فارس. ها هو الماء. هيا تشارك. دي هكا هكذا. ها هاي ابدأي. وهذه هي النتيجة، ما شاء الله ألوان جميلة ملونة بأزهى الألوان عندما يبدع صغاري، ما شاء الله. بارك الله فيكم أطفال. وفيك بارك الله. ما شاء الله لونتم الحروف بشكل جميل. تصفيق. بقي يوسف. أريني يوسف. هيا أسرع يا يوسف. حرفك حرف قاف. قاف. بقي هو الأخير حرف القاف. هيا هيا يا يوسف لوني، أريد أن ألتحق بأصحاب الحروف.